الحاجات اللي باباك علمها لك من أسرار الشغلانة، فنيات الشغلانة؟ اللي هي إدارة المحل الفراشة دوت، كان ليه إدارة من عمال لتجهيزات لكل حاجة، وكان التجهيزات زي ما انت شايفة كده اللي هي الفراشة اللي ورا سيادتك دي اسمها البلمة، وفي كان ترك قماش وفي ترابيزات وفي كل وفي سجاد وفي كراسي، بس زمان ما كانش فيه كراسي اللي احنا سالسين اللي موجوده دلوقتي والفندقي، كان عباره عن كراسي خشب. كان عباره عن كراسي خشب. اما دلوقتي كله اتطور تطوير جامد قوي، وبقى فيه فنادق وفي ترابيزات سالسين وفي كراسي سالسين. طيب، وكراسي فندقي. كلمه فراشه معروفه ان هو صوان. لا، انا عايزاك بقى تعرف الساده المشاهدين على اسرار وبحر الفراشه. ايه الحاجات وايه الانواع وايه اللي ينفع في الفرح وما ينفعش في الحزن، ايه اللي ينفع هنا وما ينفعش هنا؟ هو في حاجات مشتركه بين الاثنين. تمام. الفراشه انواع، الفرق بينهم بس ان ده فرح وده ميت، عباره عن ده مقرئ ودي وده فرح زغاريط. اما انواع الفراشه هي اللي موجوده هنا، هي اللي موجوده هنا. اذا كان زمان بنعمل صوان في الشارع للافراح، وبرضه كنا بنعمل مياتم للمياتم. الفرق بين ده وبين ده ان دي فيها الفرح، فيها مسرح، وفي طبعا الناس بترقص عليه. اما بالنسبه للمياتم الناس قاعده، وفي دكه الفوقها يقعد عليها الشيخ ويقرا لحد الساعه 12. طيب، انا عايزه حضرتك تكلمني عن افراح زمان من 50 سنه وافراح النهارده، وعزا زمان من 50 سنه وعزا النهارده، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق دلوقتي، كان زمان بالنسبه للافراح كان بيقعدوا الاول في حاجه اسمها الحنه قبل يوم قبل الدخله بيوم، يحنوا العريس والعروسه ونودي لهم برده فراشه وكل حاجه. والناس اللي موجودين، في ناس بتيجي من القرى او اللي هم قرايبهم ولا اي حاجه، لازم ياكلوهم ويغدوهم ويعيشوهم. ده بالنسبه، ويحنوا العريس ويحنوا العروسه ليله الحنه. وتاني يوم كان الفرح اللي هو الدخله نفسه. اما بالنسبه للمقتم طبعا بيجي فجاه. لا ثواني، انت كنت من شويه بتقول لنا ان في ناس بتعمل افراح ثلاث ليالي. الناس اللي هي المبسوطه شويه. كان يبقى قبل اليوم، قبل الحنه بيوم، ويوم الحنه ويوم الدخله. تمام. وكان طبعا بيجيبوا طباخين ويطبخوا الاكل للناس اللي موجوده، يقعدوا ثلاث ايام ويطبخوا في الاكل. من اشهر الاكلات بتاعت الافراح الكوبيبه والكفته ام رز بتاعت الجملي. والمحشيات والمكرونه البشاميل والحاجات دي كلها. كانش في كفته؟ كان في كفته اللي هي الجملي. والكوبيبه اللي هي الجملي برضه. وعباره عن كل ده بصلصه، وكان جميع انواع الاكل. وبعدين بعد ما ياكلوا ينزل جميع انواع الفاكهه وبعدين الحلويات. تمام. اما دلوقتي ما فيش الكلام ده دلوقتي اصلا. دلوقتي الافراح بيتعمل في دار المناسبات. والمياتم بيتعمل في دار المناسبات. بالنسبه للمقتم طبعا اول يوم المقتم بيتعمل، بيروحوا يدفنوه وييجوا يقعدوا الميت، ممكن يقعدوا يوم وممكن يقعدوا بعد كده يتشال الصوان ويقعد الحريم ثلاث ايام. كان في واحده اسمها الشيخه نجيه زمان في العباسيه، كان بتقعد تقرا مع الحريم ثلاث ايام، وتقعد تودهم وعظ ديني عن الاسلام وعن المسلمين وعن امهات المسلمين. ثلاث ايام مقرئه للسيدات. للسيدات ثلاث ايام بميكروفون، ومن الصبح لحد مثلا لحد الظهريه، وبالليل من بعد المغرب لحد بالليل يقعدوا برضه هكذا.